طيب ناخد فكرة كده عن موضوع عودة الجماهير مرة أخرى، وموضوع كمان الخطاب الرسمي من الاتحاد المصري لكرة القدم. معانا على التليفون الأستاذ جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم. أستاذ جمال، أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أنا أستاذ إبراهيم، تحياتي ليك وتحياتي لكل مؤدين برنامج عندك. ربنا يخليك يا رب. طيب عندنا خبر ان انتوا ان شاء الله باذن الله يوم الاحد هترسلوا خطاب لوزاره الداخليه تطالبوا فيه بعوده الجماهير. لا هي مش خطاب، بس بعد العوده الحميده اللي شفتها في جماهير مصر طبعا. اولا انا ابارك لك الاول على منتخب مصر، لاني طبعا الشكل العام اللي حصل امبارح والجماهير اللي انت شفتها امبارح واهتمامهم وتشجيعهم للاعبي المنتخب من اول دقيقه لاخر دقيقه، والاعداد اللي حضرت اعداد كبيره جدا، يمكن اكتر من الاعداد اللي كان مسموح بيها. طبعا بشكر الداخليه وقوات المسلحه على التامين اللي حصل امبارح وما حصلتش فيه اي مشكله من الجماهير، وكمان رابطه مصر اللي قدمت دور كويس جدا كمان امبارح للمشجعين. انا طبعا كان النهارده من ضمن اللي اتناقشنا فيه النهارده ان احنا نروح لوزاره الداخليه ونشوف اليات عوده الجماهير في مباريات اللي جايه، او امتى نقدر نقول للجماهير ان احنا خلاص مش انتوا قادرين ندخلهم باعداد معينه. كاتحاد كوره يا استاذ جمال، نعم كاتحاد كوره اتكلمتوا مع العميد اتكلمتوا مع العميد ثروت سويلم وفوضتوه ان هو يوم الاحد اللي جاي بيتكلم. كان حتى العميد كان العميد ثروت النهارده كان بيتكلم انا وهو، كنا بنتكلم على اساس ان احنا نروح ونشوف الامكانيه ايه نعملها، ومع طبعا وزير الرياضه اللي يهمنا المهندس خالد عبد العزيز مهتم جدا بهذا الملف، وان شاء الله باذن الله نشوف اليات عودة الجماهير ازاي الفترة دي او الفترة القادمة. يعني لازم ندرس ونشوف نخطط من دلوقتي لعودة الجماهير ان شاء الله باذن الله. طيب هو يمكن الدافع الوحيد اللي خلاكم تفكروا في الموضوع بتاع الجماهير ده، او ان انتوا تفوضوا لعميد ثروت سويلم او تبتدوا تتحركوا وتروحوا تقعدوا مع وزاره الداخليه مره تانية في عوده الجماهير، هو المظهر الطيب اللي ظهرنا بيه في مباراه نيجيريا. بس خليني اقول لحضرتك، وانت يعني سيد العارفين وسيد العالمين ببواطن الامور، انه جمهور منتخبنا الوطني مش هو نفس الجمهور بتاع الدوري، واشك في فكره يعني انه الداخليه توافق على عوده الجماهير مره اخرى، والا ما وافقتش ليه حتى كمان في المباراه الافريقيه اللي كان بالاولى بيها ان هي توافق منح الجماهير فرصة ان هي تتابع مباراة الاهلي ومباراة الزمالك باعداد غفيرة. والله انا شايف في الاحساس او الحس الحضوري عند الجماهير ان هو لازم يكون موجود، يعني ان شاء الله باذن الله. انا بقول لحضرتك ان احنا لمسنا ده، يعني امبارح لما كان في جماهير، كان في جماهير من الاندية موجود، من جماهير نادي الاهلي، جماهير نادي الزمالك، جماهير الاندية من المحلة، من كل الطوائف، عشان ما فيش اي نادي. الجماهيريه كانوا موجودين امبارح وحضروا، وهم اللي كانوا بيطالبوا. حتى لما كنا احنا بعد خروجنا بعد الفوز واحنا طالعين، كل الجماهير كانوا واقفين، يعني احنا كنا وسطيهم وكانوا بيطالبوا ان احنا نرجع، واديكم شفتوا ان احنا نظبط ايه وكلام كده، واحنا ملتزمين واللي انتوا عايزينه احنا موافقين عليه. فيعني الفرض بيفرض علينا ان احنا ممكن نتكلم في الموضوع ده دلوقتي. ايوه بس برضو انا معلش هبقى ارزل شويه في السؤال، برضه مش ده جمهور الالتراس اللي دايما بيبقى عنده مشكله معاكم وعنده مشكله مع الامن تحديدا، او اللي بيبقى يعني في ازمه؟ يعني خليني اقول لحضرتك برضو انه انا اسف انا ما بتكلمش عليكم انتوا كاتحاد كوره، لانه ما اعتقدش ان ده برضه دوركم انتوا كاتحاد كوره، انا بتكلم على وزاره الشباب والرياضه نفسها لسه ما عملتش حاجه تتكلم فيها مع الجماهير، والمبادره اللي كان طرحها السيد رئيس الجمهوريه في موضوع الالتراس هاجموه فيها وانتقدوه فيها واتبلعت كده واتشفطت العمليه ومحدش اتكلم فيها، فبالتالي احنا ما عالجناش موضوع الالتراس، هنرجع ازاي الجمهور في مباريات الدوري؟ انا اسف لو انا بسال اسئله ممكن تبقى سخيفه شويه، بس علشان ما نعشمش الناس بحاجه ممكن ما تحصلش يا استاذ جمال. يعني اسئلتك طبعا مهمه جدا ولازم تتاخد في الحسبان. احنا لما بنتكلم على عوده الجماهير انا ما بتكلمش على فصيل معين، احنا بنتكلم على جماهير انديه، جماهير تكون موجوده معاها، وخصوصا الاتحاد الافريقي بيفترض في المباريات الافريقيه لازم يكون للانديه اللي عندنا اربع انديه لازم يكون ليها جماهيرها وحضور جماهيري. احنا بنتكلم على عوده التشجيع المثالي للانديه، انا ما بتكلمش على فصائل، انا بتكلم على جماهير خاصه بالانديه. واكيد طبعا الانديه هيكون ليها دور في طريقه البيع بتاعت التذاكر، طريقه دخول الجماهير بتاعتها، طريقه تنظيمهم،
اكيد طبعا الفتره اللي جايه هتبقى فيها دراسه كامله، سواء من الامن مع الانديه ومع الاتحاد مع وزاره الرياضه، لازم يبقى في حراك، لازم نشوف اليات للدخول الجماهير في الفتره اللي جايه. طيب هيكتور كوبر كان طالب انه المباراه الوديه قبل مباراه تنزانيا تتلعب على استاد القاهره، هنقدر نعمل ده بالتفاوض مع الامن في الملف اللي هتتكلموا فيه ان شاء الله باذن الله يوم الاحد ولا لا؟ لا، هو عموما هو يعني الكلام ده احنا ما سمعناهوش، لان ما طلبش مننا لسه. وحتى لما احنا كنا قاعدين النهارده كنا بنقول ان احنا ممكن نعمل مباراه، نعرض على المدير الفني امكانيات اقامه مباريات وديه في الفتره اللي جايه، وخصوصا شهر ابريل او مايو. يمكن الاقرب انها تكون مايو، لان هو يمكن النهارده كان بيتكلم كابتن ايهاب، وهو اقرب طبعا الاداري اللي موجود او قائم بعمل مساعد المشرف هناك. ما احنا المفروض عندنا مباراه هتبقى في مايو وواحده هتبقى في سبتمبر، فاحنا حسينا ان هو يمكن شهر ابريل ما عندهوش يعني رغبه انه يقيم مباراه بعد فوزه على نيجيريا خلاص. والمباراه اللي جايه هتبقى في 4/6 مع تنزانيا، فيعني الاقرب ان تبقى في مباراه وديه قبل مباراه تنزانيا في نفس الفتره بتاعت الفيفا ديت. ودي كمان ان احنا عايزين نحافظ كمان على الرانكينج اللي احنا حققناه او الترتيب اللي احنا حققناه في الفتره دي. وانا برضو بقول لك يمكن ده انجاز في الفتره دي، انك انت دخلت من التصنيف الاول اللي احنا كنا بيتم على طول دايما يقول لك مصر في التصنيف الثالث ودخلنا الثاني، النهارده بقيت تصنيف اول. فانت لازم تحافظ كمان على الترتيب وتعمل حساب ان ممكن الفرق اللي هي نزلت من التصنيف الاول للتصنيف الثاني وانت دخلت مكانها ان ممكن تلعب مباريات وديه برضه تساهم في رجوعها ثاني. صحيح. ولو انت ما عملتش او ما حسبتش الحسابات انك انت تبقى موجود في الترتيب في التقييم الاول، لكن عرض المباراه اقامتها فين؟ لا احنا ما تعرفش النهارده اي حاجه. طب بس انا بس عايز اقف عند النقطه دي، لان انا المعلومه اللي عندي، معلش بحك حضرتك رئيس الاتحاد المصري لكره القدم، المعلومه اللي عندي انه ما فيش مباريات وديه في الفتره ديت محطوطه في الاجنده الدوليه. احنا بقى هنبتدي نحط ماتشات علشان خاطر احنا نزود نفسنا في التصنيف. انا مش فاهم صحه الموضوع، يعني هفهموني اكتر. اقول لحضرتك اي مباراه انت بتلعبها مباراه بتاخد عليها موافقه الاتحاد الدولي بتخش في الرانكينج اللي انت بتاخده. تمام. يعني وارد انك انت في نفس الميعاد يبقى في الفرق الثانيه اللي لعبت في نفس المواعيد زيك، هي يعني فازت، وانت لا قدر الله انت اتهزمت او حاجه حصل، هيبقى ترتيبك زي ما هو والثاني هيعلى عليك. انت لازم بتختار مباريات تساعدك على انك انت تصعد لفوق برضه، ما تنزلش، لان خصوصا انت وصلت للمرحله دي. في عندك التوقف اللي جاي من 30 مايو. تمام. فانت ممكن تعمل مباراه فيها في الفتره دي، الفتره الدوليه قبل 4 يعني ممكن تعمل مباراه يوم 30. أيوه. وبعد كده عندك المباراه الرسميه بتاعتك يوم 4/6، يبقى انت خدت المباراتين في نفس الوقت وانت زودت الراتب بتاعك. طيب عايز حضرتك بقى قدمتوا اشكال ولا لسه؟ لا احنا لسه لغايه دلوقتي ما فيش حاجه اسمها في صيغه تنفيذيه اللي بتطلع بالحكم، لسه ما جاتش اساسا. يمكن النهارده اشير ان الصيغه التنفيذيه طلعت، لا ده عباره عن صوره او شهاده من المحكمه. أيوه. بجدول الحكم فطلعت فيها، لكن دي مش الصيغه التنفيذيه. لما تيجي الصيغه التنفيذيه احنا هنعمل الاجراءات القانونيه اللي هي مع الشؤون القانونيه اللي عندنا في اتحاد الكوره. طيب ده شيء عظيم، كل تمنياتنا ليكم بالتوفيق يا استاذ جمال، وبشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا استاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكره القدم.